لتسليط الضوء أكثر على بيان عشائر ووجهاء الإسحاق بشأن المقبرة المكتشفة لجثث المغيبين من أبناء محافظة صلاح الدين، ينضم إلينا الشيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي باسم شيوخ عشائر ووجهاء الإسحاق في محافظة صلاح الدين عبر الهاتف من صلاح الدين. أهلا بك معنا سيد طامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية خاصة إليك ولجميع مشاهدي منبر قناة الرافدين المحترم. أهلا بك شيخ طامي. يعني أصدر شيوخ ووجهاء عشائر الإسحاق في محافظة صلاح الدين بيانا حول المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها في ناحية الإسحاق جنوب مدينة تكريت. بداية، كيف تم الكشف عن المقبرة ومن الذي حفرها؟ صراحة لا يخفى عليك ولا على جميع المشاهدين، سواء كان داخل العراق أو خارج العراق، هناك مقابر عديدة سوف تكتشف في الأيام المقبلة، سواء كانت ضحايا داعش الإرهابي أو ضحايا الميليشيات الولائية اللي تابعة لإيران التي أبادت المناطق السنية من تاريخ خروج داعش وإلى يومنا هذا. مقبرة الأخرى ومجموعة تصفية حسابات لمجموعة ثم مجموعة أخرى، وهذا موال ماشي عليه الميليشيات الولائية اللي موجودة في مناطقنا. بالنسبة للمقبرة العثور عليها، القوات اللي ماسكة بالمنطقة استدلت أن أكو هناك مقبرة كانوا يظنون بأنها تابعة إلى جهات مقربة منهم، لأن القوات الماسكة للأرض قبل هذه القوات كانت جهات فصائل ولائية أخرى، فعندما أتوا الآخرين جابوا شفل حتى يحفرون هاي المقبرة وطلعوا، فلقوهم الأغلبية مدنيين، فشافوهم المواطنين، صار الضغط عليهم، راحوا أبلغوا مديرية الشرطة، شرطة الإسحاقي، وطلع كشف دلالة على الموقع الحادث المقبرة وتقديم طلب إلى المحكمة المختصة في ناحية الإسحاق إلى قاضي التحقيق، وإصدار قرار بمفاتحة مؤسسة الشهداء مكتب قضاء بلد اللي تابع إلى مؤسسة الشهداء العامة لمفاتحة مفوضية حقوق الإنسان والصليب الأحمر والمنظمات المختصة بحفر تلك المقبرة. لكن هناك ردود أفعال ومعلومات تتوافر لدينا بأن هناك عائلة تتكون من 26 شخص تم اختطافهم في عام 2015 في شهر الخامس، وورا باسبوع اختطفوا المجموعه الثانيه والثالثه، قسم منها من قبل قوات حكوميه نظاميه اللي هي لواء 17 في الدجيل، وقسم اخر الميليشيات الولائيه اللي تابعه لايران هي اللي قامت باختطاف هاي العوائل، وهناك معلومات مؤكده بان هذول العوائل هم اللي موجودين في تلك المقبره اللي يبلغ عددهم اكثر من 40 أو 50 جثة موجودة في تلك المقبرة. نعم، يعني لماذا برأيك منعت الميليشيات حفر المقابر التي يظن فعلا أنها تحتوي رفات المغيبين؟ هناك تخوف من قبل الميليشيات الولائية لكشف ملف المغيبين والمختطفين قسريا، وفتح هذا الملف عالميا ومحليا ولإخراجهم من تلك المناطق. هناك تخوف كبير لدى تلك الميليشيات الوقحة من هذا الموضوع، ليس منهم فقط وإنما حتى من الشخصيات السياسية اللي تقودهم، وعندهم طموح أن تنزل مرشحين لهم في الانتخابات القادمة حتى يستولون على تلك المناطق حتى يحصلون عدد أكبر من الأصوات بقوة السلاح. نعم، هناك نية مقيدة ومبطنة بأن هناك تغيير ديموغرافي وسياسي حتى لا يكون أكو من هاي المناطق ناس تمثل هاي المناطق حتى تحكي بصوتها وضيمها وظلمها. نعم. إحنا أصبحنا الاحتلال اللي نمر به بعد احتلال داعش الإرهابي أصبحنا يعني أشبه باحتلال الاحتلال الصهيوني لفلسطين، لأن أنا هسه اللي متكلم معاك إذا أريد أروح لبيتي والمزرعتي لازم هذا ابو القوات الماسكه الارض راح يطالبني يقول لي لازم تجيب كفيل حتى اني اطب بيتي او اطب مزرعتي، او لازم شخص
يجي يقفلني حتى أبات يم أهلي أو يم أخوي أو يم خالي. عندما أنت شخص تجي تروح تزور شخص أقاربك أو أهلك أو من عشيرتك، لازم ألا هناك أكو كفيل بأن أنت لازم يكفلك هذا الشخص حتى تدخل لهاي المنطقة. طيب هذا الشيخ الموضوع حتى بإسرائيل وفلسطين ما موجود. الشيخ المجمعي، إذا أنت تريد تسوي، إذا أنت تريد تنتقل من هذا البيت لهذا البيت، لازم تعلم بأن أنت راح تتحول لهذا البيت، تروح خطار. طيب الشيخ المجمعي الآن، يعني عفوا، مفتوح الآن وبعد أن كشف عن هذا الموقع للمقبرة وأصدرتم قرارا من المحكمة بفتحها، ما الذي يمنع إخراج جثامين المقدورين منها؟ قرار المحكمة صريح وواضح بأن لازم تكون هناك منظمات مختصة بحفر المقابر، لازم تكون جهات رسمية، منظمة الصليب الأحمر والمنظمات المختصة ومؤسسة الشهداء ومفوضية حقوق الإنسان. ايضا لو انا احكي لك بالنسبه لو هاي المقبره تابعه للميليشيات الولائيه اللي تابعه لايران، كان حفرت من اول يوم وطلعت رفات الجنات وسلموهم الاهلهم وكشفوا، وكان طبلوا بالاعلام وبالكذا حتى ياب هاي المقابر مقابر داعش او غيرها او غيرها او غيرها. مثل ما كانوا خلوا النظام السابق شماعي يعلقون عليه المقابر الجماعية، أسر للنظام السابق، هم سووا أنقص من النظام السابق وأسوأ من داعش، فجروا بيوت، حرقوا بساتين، أخذوا سيارات. أنت البيان اطلعت عليه، هذول اللي العائلة الوحدة 26 واحد أو 28 واحد ماخذين من عندهم 9 سيارات، يعني قضية تسليب مو بس اختطاف وتغييب قسري، وإنما جايين لقضايا اقتصادية لتدمير المنطقة، يسلب سياراتك، يخطف رجالك، يخطف أطفالك. طيب إذا أردنا هنا نعم سيد شيخ المجمع، يعني إذا أردنا هنا الحديث عن عدد المغيبين، هل هناك إحصاءات أو تقديرات لعدد هؤلاء المغيبين في المحافظة منذ الاحتلال وحتى اليوم؟ المغيبين أنا حسب معلومات حسب الإحصائيات اللي جمعتها اللي كانت متوفرة لدي ذكرتها بالبيان المسجلة في مفوضية الأمم المتحدة تقريبا 12,000 وكسر، لكن هناك عوائل بالكامل أبيدت وتغيبت نهائيا لأن ماكو أحد يسجلها من ذويها حتى تتوفر سجلات مالتهم تثبت بأن هذول مقيمين. أنا المعلومات اللي متوفرة عندي من 25,000 إلى 30,000 مقيم في محافظة صلاح الدين وكركوك والأنبار وديالة وحزام بغداد والموصل. نعم إذن حدود 1200 مقيب بس في ناحية الإسحاقي اللي شافت الضيم والظلم من 2003 لحد الآن. نعم إذن الشيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي باسم شيوخ عشائر ووجهاء الإسحاقي في محافظة صلاح الدين، كنت معنا عبر الهاتف من صلاح الدين، شكرا جزيلا لك.